بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم حبيت أشارك معكم هذا الفرنسا. أنا موالفة الفرنسا هذه نديرها غف المولد، والفرنسا هذه حاجة عزيزة نديرها غف المناسبات الكبيرة. اليوم درتها. درتها للعشاء، المفرمسة هذه وجدتها في النهار يعني شوي قبيلة، وجدت المرقة تاعي بالدجاج والحمص، وضكي طاب العشاء راح نقطع هذه المفرمسة هذه، نقطعها بهذا الشكل هذا ونفورها، وباه نحطها في الصحن تاع التقديم، سما باش نحطوها سخونة. والمفرمسة هذه أنا اليوم درتها كشغل هكذا، درتها معروف، ومعروف هذا مش رايح نخرجوا للناس برا، وإنما رايح نديروا لهنا برك ليا ولولادي. رايح ندعي يا رب العالمين، نقولوا يا رب يخرجني من حلق الضيق الأوسع الطريق يا رب العالمين. احنا في الحياة هذه طول ما رانا عايشين، الانسان لازم يفهم باللي الاشخاص اللي رانا نتعاملوا معهم في الحياة ما همش ملائكة، وما لازمش يتعامل مع الاشخاص على اساس انهم موسى، بهم بعدا كي يصدموه ويلقاهم باللي هذو الاشخاص ما همش موسى راهم فرعون، ما تجيهمش هذيك الصدمة قوية بزاف، لأنهم مسبقا مديرين في حسابهم بلي العباد هذو ما همش ملائكة والعباد هذو ما همش موسى. يعني هذا مبدأ بالنسبة لي أنا. الحياة هذه اللي راني عايشة فيها أنا، نهضر على حياتي أنا، راني عايشتها بواحد الطريقة كشغل صراع من أجل البقاء، صراع من أجل البقاء. نحارب باش نعيش، والدنيا هذه اللي رانا عايشين فيها احنا اللي يتمناو لي الشر اكثر من اللي يتمناو لي الخير، وراني نحاول على قد ما نقدر اني نبقى دائما واقفه على رجليا وما نطيحش، ما نطيحش بربي ان شاء الله ما نطيحش، حتى ويكون وش يكون بربي ان شاء الله ما نطيحش. في هذو الايامات اللي فاتوا صرا لي واحد الفيلم، فيلم يعني فيلم كبير، صرا واحد الفيلم هكذا، ما نقولش ما جاتنيش صدمة، عطاش أنا عبد، مانيش كيما نقولو حنايا شخص خارق، يعني عندي قدرات خارقة للعادة، وإنما أنا شخص ضعيف وبسيط. ما نقولش ما تصدمتش، لا، جاتني الصدمة وكانت الصدمة قوية، وكانت الضربة شوية واعرة، ولما تكون عايش وسط عباد ويلعبوا لك واحد الدور هكذا ويديروا لك فيلم، وتلقى روحك باللي وحدك، وتلقى باللي ما كانش في ظهرك حتى واحد اللي يوقف معك، تكون الصدمة شوية قوية. لكن بالنسبة لي أنا صدمات كيما هكذا ما يخليونيش نجي في بلاصة ونحط إيدي على خدي ونحزن ونبكي ونقول هاني وحدي وما عندي حتى واحد وحقروني وظلموني ومعبليش واحد ما جيب لي حقي، لا 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 لا. أنا بالنسبة لي نقول قد ما كان حجم تاع الظلم وقد ما كان الحجم تاع الحقرة تاع الناس، أنا هذيك الحقرة تاع الناس والظلم تاع الناس الغدر تاع الناس، أنا هذاك الشيء نستغلوا ونحولوا الى طاقه ايجابيه. كيف نقول انا العباد هذو حقروني وظلموني، معناتها الاشخاص هذو ما يحبونيش وما يحبوليش الخير. اشخاص كيما هذو ما يحبونيش وما يحبوليش الخير، اما لا انا ما نجيش في بلاصه ونعيش حاله اكتئاب ونعيش التعاسه والبؤس، بالعكس عباد كيما هذو يخليوني انا يكون عندي إصرار أكثر أني ننجح في الحياة،
نخليو بلي عندي اصرار اكثر اني نبقى هنا وننجح هنا وندعي ربي نقول ان شاء الله يا ربي اغرسني غرس النخله. نقولوا ما عندناش الرجال وما كاش لي يقف في ظهري، بصح كاين رب العالمين. نهار اللي تضيق نقولوا يا ربي نهز ايدي للسماء وندعيك، وندعيك في كل وقت وبالاخص في الثلث الاخير من الليل، الوقت اللي الناس راكده انا طاير الرقاد من عيني. ندعيك يا رب العالمين، نقول لك جيب الحق، جيب الحق من اي واحد ظلمني والله اي واحد حقرني. ان شاء الله اي واحد متمني لي الشر والله ناوي لي الاذيه والله متمني لي زوال النعمه، نقولوا يا ربي بعدوا عليا كما بعدت السماء على الارض. نقولوا يا ربي انصرني على اي واحد ظلمني او عاداني يا رب العالمين. تبقى هذيك الصدمه اللي في القلب في القلب، وتبقى الغدره تاع اشخاص تدير فيهم الثقه وتلقاهم يغدروا بيك. ماهيش حاجه سهله هذه، راهي قالهاش تحش الواحد تحش له رجليه من ركيبه. بصح انا نقول ما عليه، والانسان هذا لجا في بلاصه وحط ايده على خده، راه ما يقدرش يعيش في الحياه هذه. تحب الانسان اللي يكون عنده اصرار باش يقدم للقدام، ولازم ينجح في الحياه هذه، وبالفعل لازم ننجحوا في الحياه هذه. قد ما يكون واحد يكرهك ويتمنى لك الشر، ما تغلبوش التاب الاذيه، وانما اغلبوا بالنجاح. اللي يكرهك ويتمنى لك الشر لما تنجح في حياتك، هذه اكبر وجع بالنسبه لي هو. لما واحد يكرهك ويتمنى لك الشر لما تنجح حتى في الحياه تاعك، وتكون كيما نقولوا حنايا محافظ على الاخلاق تاعك، وتكون كيما نقولوا حياتك مليحه ومستقره، بالنسبه لي هو راه يموت في النهار ألف مره. انا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد اذاني، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد نوالي الشر، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد اذاني. نقول حسبي الله ونعم الوكيل. في الدنيا هذه رانا عقبنا ومازلنا نعقبوا، يعني ماهيش حاجه كيما نقولوا حنايا بيزار، حاجه عادي، والفنا الضربات كيما هذو. واش نقول يا رب العالمين، ان شاء الله تكون سحابه وفايته، هذا مكان. نقولوا يا ربي رزقنا ثبات في العقل، هي يقول لك الانسان ما يبان في المواقف. انا دائما في المواقف نلقى روحي وحدي، ودائما في المواقف ما نلقاش في ظهري حتى واحد، ودائما في المواقف الصعيبه نلقى روحي وحدي، يعني معوله على ذراعي وهذا مكان، يعني على ذراعي وعلى رب العالمين هذا مكان. رايح نقول بربي ان شاء الله رايح ننجح في الحياه هذه، ورايح نوصل ولادي لبرا الامان، ورايحين نوصلوا لاعلى الدرجات. واللي حقرنا اليوم والله تمنى لنا زوال النعمه، والله اذاني والله دير لي اي حاجه، نقول له كاين رب هو اللي يجيب الحق، وهذا مكان. هذه هي الشخشوخة اللي درتها بالدجاج، ودرتها بالبطاطا، درتها بالحمص، درت فيها البيض مشرشم. نقول اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال، اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال، اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين.
لازم تكمل الحياة تاعنا عادي وتكمل بشكل طبيعي، وما نخليو حتى حاجة تكسرنا ولا تغلبنا، وما نخليو حتى حاجة اللي تفسد لنا حياتنا. نقول الحمد لله رب العالمين.